الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. هذه الآية قالت ربي أنى يكون لي ولد إلى آخر الآية، تأتي بعد قوله عز وجل، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وهذه الآية سبق أن شرحناها في درسنا الفائت. فلما تلقت السيدة مريم هذه البشرى من ربها سبحانه وتعالى عن طريق سيدنا جبريل، توجهت إلى ربها عز وجل بهذا السؤال. إذن الآية التي تلوناها الآن تأتي في أعقاب البشارة التي تلقتها من سيدنا جبريل، والباري قال الملائكة كناية عن جبريل، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. طبعا سيدة مريم تلقت هذه البشارة وهي غير متزوجة، وهذا شيء يثير الاستغراب بقطع النظر عن إيمانها بقدرة الله على كل شيء، كما سبق أن ذكرنا ما في تنافي بين إيمانها بأن الله على كل شيء قدير، وبين استغرابها من هذا الذي تلقته، لأنها تعلم أن لله سنة ماضية في الكون، سنة يعني قانون، سنة ماضية في الكون. من سنن الله عز وجل أن التناسل واستمرار النسل لا يتم إلا بوسائل، هكذا شاء الله عز وجل، وهو قادر أن يتم هذا التناسل بدون هذه الوسيلة، لكن الباري عز وجل أقام كونه على هذا النظام. فعندما تتلقى خبرا يتضمن مخالفة هذا النظام، هذا يثير الاستغراب، مو الاستنكار، يثير الاستغراب. ومن ثم قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. طيب البشرى جاءتها من من؟ من سيدنا جبريل كما قلنا، وكني عن جبريل بكلمة الملائكة، إذ قالت الملائكة يا مريم.
طيب الآن كلام السيدة مريم ليس موجها إلى جبريل الذي بشرها، وإنما هو موجه إلى الله عز وجل. ذاك لأنه سيدنا جبريل ما راح يعرف الجواب. الذي أقام الكون على نظامه هو الله، والذي يخرق هذا النظام من؟ هو الله. فلما تلقت السيدة مريم هذه البشرى من جبريل، البشرى الغريبة العجيبة نظرا إلى قوانين الباري عز وجل في الكون، رأسا وجهت الخطاب إلى من؟ إلى الله عز وجل، كأنها تقول يا ربي أنا تلقيت بشرى منك لكن عن طريق جبريلك. صحيح جبريل، لكن جبريل ينقل هذه البشرى من رب العالمين. فتوجهت بالتعبير عن هذا الاستغراب إلى من؟ إلى مولاها وخالقها عز وجل. قطع النظر عن جبريل، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. أنى يعني كيف، كيف. وسؤالها هذا سؤال استغراب، يعني الاستفهام يأتي على بابه، ويأتي في كثير من الأحيان للاستغراب، ويأتي للاستنكار، لكن هذا ليس للإنكار وليس على بابه أيضا، وإنما هو سؤال تعجب وفي نفس الوقت استفهام، استفهام مع التعجب. ربي كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ يا ترى في وسيلة تانية؟ وما هي هذه الوسيلة؟ يا ترى ستفعل يعني ستخلق هذا المولود في رحمي بوسيلة معينة؟ أخبرني ما هي هذه الوسيلة، أم بدون أي وسيلة؟ طبعا سؤال وارد. فإذا كلمة كأن تحمل هذا المعنى، كيف أن يكون لي ولد والحال ولم يمسسني بشر. جملة ولم يمسسني بشر في محل نصب حال. لم يمسسني بشر، كلمة يمسسني تعبير نعم بليغ عالي أدبي عن الزواج، عن العلاقة التي تتم بين الرجل والمرأة بقطع النظر عن أي وسيلة، زواج أو غير زواج. ولم يمسسني بشر يعني رجل، كلمة بشر هنا بمعنى رجل. طيب جاتيها الجواب من عند رب العالمين، لكن أيضا بواسطة البريد الذي هو من؟ سيدنا جبريل. نعم، السؤال منها لله وأجابها الله عز وجل، ولكن لا مباشرة وإنما عن طريق سيدنا جبريل. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كذلك يعني كهذا الذي تلقيتيه الآن من البشرى التي قالها لك جبريل، جبريل هو الذي يقول، مثل هذه البشرى التي تلقيتها الآن الباري يخلق كل شيء إذا أراد. يعني ليس هنالك ما يحول بين الله عز وجل وبين ما يريد خلقه، وليست هنالك وسائل وأسباب لا بد من التجاء الباري إليها، مثل شأن بني آدم. نحن في عالمنا الإنسان يستطيع أن ينهض ببعض ما يشاء، لكن عن طريق وسائل، كل غاية في لها وسيلة، بدون هذه الوسيلة الإنسان لا يستطيع. لكن الباري عز وجل بما أنه خلق الوسائل والغايات، خلق الأسباب والمسببات، إذن لا يعجزه شيء. واضح كيف؟ كذلك يعني الشأن بالنسبة لله كله مثل هذا السؤال اللي أنت عم تسأليه الآن،
يخلق الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء، يعني يخلق الله ما يشاء مباشرة، مباشرة بدون وسائط وتمده، يخلق الله ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى معنى القضاء إذا حكم، قضاء هذا معناه. إذا قضى الله يعني حكم، أراد إرادة تنفيذية، إيجاد شيء، إعدام شيء، تكييف شيء من حاله، تطويره يعني من حاله إلى حاله، مسألة بسيطة، إنما يقول له كن فيكون. معنى هذه الآية الذي تلقته سيد مريم عن الله بواسطة سيدنا جبريل، معنى هذه الآية أن على المؤمن بالله عز وجل أن لا يقيم وزنا لعالم الأسباب، يتعامل معها ويؤمن بأن الله هكذا أقام كونه، لكن في الوقت ذاته ما ينبغي أن يقيم لها وزنا، أي ما ينبغي أن يتصور أن هذه الأسباب لا بد منها. لا، هذا الواجب الذي ينبغي أن يتصف به كل مؤمن، الخطاب لسيد مريم، ولكن المطلوب منا نحن جميعا أن نعلم هذه الحقيقة. نعم، نتعامل معها ولا نقيم لها وزنا، هذه الجملة هي التي يكررها بيان الله في كثير من آياته. نتعامل معها، باري عز وجل شو بيقول عن الإسكندر المقدوني ذي القرنين، يقول وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، يعني يسرنا له الانتقال من أقصى العالم إلى أقصى العالم، نعم، بوسائل خلقناها له، بأسباب خلقناها له، آتيناه، شوف من كل شيء سببا، من الذي أعطاه السبب؟ هو الله. إذا من الذي سبب؟ هو الله. إذا السبب شو هو؟ ما له قيمة؟ نعم. طيب ليش يا ربي؟ ما دام السبب ما له قيمة، خلي الأمور كلها تتحقق بدون الأسباب. لا، شاء الله عز وجل أن يقيمنا في عالم من الأسباب والمسببات ليحركنا، ليحملنا على العمل. نعم، لو ما في أسباب في الكون، كل واحد يقعد ببيته، لا بيروح بيكتسب، لا بيروح بيرتزق، لا بيروح بيزرع، لا بيروح بيفلح، لا بيطالع الماء من الأرض، لا بيطالع المعادن من باطن التربة نهائيا. الباري شاء أن يكون العالم متحرك، أن يكون الناس كلهم يقومون ويتعاونون فيما بينهم، عشان شو الحكمة رب العالمين، حكمة كبيرة جدا جدا، حكم، لكن من أهمها هي أن يتحقق تعاون وتلاق بين الناس بعضهم مع بعض. لما ما بيكون في أسباب، لأنه الباري قادر على كل شيء، هالجند هذا شو فأنتو ربي عز وجل هو اللي مجنده وهو اللي عاطي هالجنود القدرة. طيب فإذا طيب ليش لو الأسباب غير موجودة، جند الأسباب لو كانوا معدومين، لا أنا بحتاج لك ولا أنت بتحتاج لي، أنت بتقعد ببيتك أنا بقعد ببيتي، وبيصير انفصال تام للناس بعضهم عن بعض. وين المودة صفيت؟ ما في. وين الألف؟ ما عاد فيه. كل هذا ما عاد فيه، لأنه الألف ليش حتصير؟ بسبب التعاون، أنا بحاجة إليك فأتودد إليك، وأنت بحاجة إليك تتودد لي، بصير في بقى تلاقي وجسر من التواصل. هذا إنما يتم عن طريق الأسباب، عن طريق عالم الأسباب، ولله عز وجل حكمة باهرة في هذا. لكن كل الأسباب التي أقامها الله في الكون، والتي نقرأ عن بعض منها كلاما في القرآن، كل هذه الأسباب في
حالات معينة شاء الباري أن يخرقها. يعني تقع شذوذات في عالم الأسباب، يعني شذوذات مرة واحدة كل فترة مع فترة، هذا سبب يغيب ويتحقق المسبب بدونه. لماذا؟ حتى ما تستعبدنا الأسباب، حتى استمرارية السبب يخيل للإنسان أنه لولا السبب ما صار شيء. وضع كيف؟ لولا هالماء اللي عم نشربه كنا يعني هلكنا من الظما، لولا الزرع الذي نستنبته ما بيطلع، لولا الماء الذي يهمي من السماء الأرض لا تخضر. الباري عز وجل بين كل فترة وفترة يخلق شذوذا في هذه الأسباب من أجل أن نعلم أن هذه الأسباب شكل لا مضمون ذاتي فيها، لأن معطي القوة لها إنما هو الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ينبغي أن نعلمه. إذا نعود فأقول نحن مكلفون أن نتعامل مع الأسباب، وفي الوقت ذاته مكلفون أن نعلم أن هذه الأسباب لا وزن لها. في أحد منا ما بيعرف أن النار تحرق؟ كلنا نعرف، لكن الباري خلق هذه الآية مو بس مرة، مرتين وأكثر. سيدنا إبراهيم ألقي في النار ما أحرقته النار. إذن النار لا تحرق بطبعها، ولكن بسلطان الله عز وجل وإرادته. وضع كيف؟ الطفل طالما هو في المهد ما بيتكلم. الباري عز وجل جعل القدرة التي تتنامى بين في كيانه شيئا فشيئا جعلها تدريجية، ما جعلها طفرة. القدرة تدريجية، النطق تدريج، الفكر تدريج، لكن الباري عز وجل لا يخرق هذا في كثير من الأحيان. ليش؟ مثل ما صار مع سيدنا عيسى، حكى وهو في المهد كما رأينا في الدرس الماضي. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعني نعود إلى إيماننا بالله عز وجل فنمتنه، ومن أجل أن لا تستعبدنا الأسباب، من أجل أن لا يستعبدنا عالم الأسباب. واضح كيف؟ نعم. طيب، فالباري عز وجل كان هذا الجواب لها خطابا لنا بشكل غير مباشر، يعني ديروا بالكم الأسباب موجودة، لكن إياكم أن تتصوروا أن الله يتوسط بها، يعني الباري عز وجل بيستعين فيها لحتى يحقق، ما هو اللي خلقها. إذا أراد، نعم، إذا قضى أمرا قال كذلك الله يخلق ما يشاء مباشرة، فسر الخلق مباشرة كيف؟ قال إذا قضى أمرا، إذا حكم بإيجاد أمر ما، إنما يقول له كن فيكون. هنا إنما يقول له كن فيكون، هل معنى يقول له كن الكاف والنون؟ يعني أن الله عز وجل يقول للشيء الذي يريد أن يوجده ويخلقه من جوف العدم، يقول له هذه العبارة اللي هي مؤلفة من الكاف والنون؟ لا، أي إنما يوجه إليه الأمر الذي هو مضمون كن. شو هو معنى كن؟ معناه هو الذي يوجهه الله إلى هذا الشيء، لكن هذا المعنى تترجمه كلمة كن. يعني حتى ما يتصور واحد منا أنه الكاف والنون هذول هالكلمة قديمة قدم الله، مثل ما قال يوحنا دمشقي، لأنه حكينا قال لهم لجماعته إذا المسلمين ناقشوكم عن سيدنا عيسى تقدروا تسكتون، تقولوا له أنتم ما بتقولوا كلام الله قديم؟ بنقول له إيه والله. طيب، من جملة كلام الله كلمة كن، كن قديمة، إذا سيدنا عيسى كمان صار قديم، وإذا صار سيدنا عيسى قديم صار هو والباري عز وجل
متفقين في القدم. إذن هاي معنى اللاهوت الذي يتمتع به سيدنا عيسى. شو الجواب؟ كلمة كون مو مخلوق، مو قديمة. هاي هلا حكيت كون، طلعت من تنمية الكلمة، ما كانت موجودة. وهذه الحروف اللي موجودة في القرآن التي نقرأها، هذه الحروف كلها وجدت بعد أن لم تكن وجدت. هي أعراض عند الفلاسفة، في شيء اسمه زوات، في شيء اسمه أعراض. الأعراض، العرض لا يبقى زماني، البنوب اللون عرض، الحركة عرض، واضح كيف؟ الكلام اللي بيطلع من التم عرض، نعم. لكن ما القديم؟ الكلام له المضمون، الكلام النفسي. معنى كن قديم، أي منذ الأزل وجه الله عز وجل إرادته وحاكميته لهذا الكون أن يخلق فخلق، بل وجه الله عز وجل خطابه النفسي لللفظي للمكونات منذ القدم، لكن بشكل صلوحي متنجزي. يعني الباري عز وجل منذ القدم أراد خلق هذه المكونات، لكن أراد خلقها في ميقات معين، أراد خلقي بشكل صلوحي لكن متنجزي منذ القدم. التنفيذ إمتى؟ عندما نعم تحول هذا الأمر صلوحي إلى إيش؟ إلى تنجيزية. أظن هذا الكلام واضح. فإذا إنما أمره كذلك، الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما، بس ما في شيء تاني، يقول له كن فيكون. طبعا هذا سلطان الله وهذا تعبير عن قدرة الله، لكن هل الباري عز وجل يجعل بين قضائه ومقضيه وسائل أم لا؟ هذا شيء ثاني يعمل. نعم، هل الباري عز وجل بيشبعني بدون أكل، لكن قضى أنه لا، ما أشبع إلا بالأكل. الباري عز وجل قادر على أن يرويني بدون ماء، مضبوط ولا لا؟ لكن الله عز وجل شاء، هذا نظام، هذا قانون، نعم، وسنن الله لا يلحقها تحويل. هو هيك قال، قال ولن تجد لسنة الله تحويلا، بمكان آخر تبديلا. يعني ما بتروح سنة وبتنحط محلها سنة تانية، لكن بيصير شذوذ. ايه، في فرق بين انه قانون من قوانينه يندسر ويجي قانون تاني، لا ابدا، قوانينه ثابتة، لكن قوانين الله عز وجل قد يلحقها نعم شذوذ. نحن في عالمنا الذي نعيشه نجد ذلك. نعم، ثم قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. تعالوا هنا أيها الإخوة، نحن اتفقنا على أنه تفسير كتاب الله عز وجل يسير جنبا إلى جنب مع قواعد اللغة العربية، فمن لم يتبين قواعد العربية لن يستطيع أن يدرك دقائق كتاب الله، واضح كيف؟ بينهما تلازم. ولذلك نحن نجد أن هنالك من يحارب اللغة العربية، الحقيقة لا تحارب لذاتها، وإنما تحارب من أجل إيجاد فجوة وحاجز بين العقل المسلم وبين كلام الله عز وجل. لأنه لما بتضعف اللغة العربية بتضعف، ثم بتضعف تجي لتقرأ ما رح تدرك، وبالتالي أوام بتمل القراءة. لكن إذا تابعت دراسة اللغة العربية وأدركت أسرارها وبلاغتها وتذوقت حقيقتها، هذه تنقلك إلى إدراك أسرار كتاب الله عز وجل، بل تبعث في كيانك لذة ونشوة وأنت تقرأ هذا الكلام البليغ العجيب، واضح كيف؟ نعم. فبينهما تفاعل، الاهتمام بالقرآن يجرك إلى
الاهتمام باللغة العربية، والاهتمام باللغة العربية يجرك إلى القرآن. طيب، ويعلمه الكتاب، هي الواو حرف عطف، يعلمه معطوف على شو؟ هي آية جديدة، هي واضح كيف؟ تعالوا نعد إلى الآية التي كنا بصدد تفسيرها في الدرس الماضي. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، أي حالة كونه وجيها، فسرنا معنى وجيها، وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، معطوف على وجيها، ويكلم الناس، جملة حالية أيضا مثل وجيها. وجيها اسم واحد حال، ومن المقربين أيضا حال، ويكلم الناس الجملة في محل نصب حال. هون بقى اجت جملة معترضة، لسه في معاطف جاي، بس اجت الجملة المعترضة من ايش؟ من سؤال السيدة مريم. سؤال السيدة مريم خلى السياق يوقف، نسمع شو بدها تحكي. قالت أن ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. انتهت الجملة الاعتراضية، اجى الجواب، عم يكمل المعاطف السابقة. نعم، ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي، وكان ومن الصالحين، ورسولا إلى بني إسرائيل. واضح؟ إذن رسولا معطوفة على وجيها، لكن حال بين هذه المعاطيف هذه الجملة الاعتراضية الطويلة التي اقتضاها سؤال السيدة مريم، وهو سؤال من الأهمية بمكان. طيب، إذا السياق يواصل، مو بس وجيه ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا، وهذا كله فسرناه ما بدنا نرجع له، وكمان ورسولا إلى بني إسرائيل، رسولا من قبلي إلى بني إسرائيل. وعلمنا معنى الرسول، الفرق بين النبي والرسول. النبي إنسان أوحي إليه بخبر من عند الله عز وجل، يجب ما كلف أنه يبلغ الناس، هذا نبي. فإن أوحي إليه بشيء بشرع وكلف أن يبلغه الناس فهو نبي ورسول، يعني كل رسول نبي، ولكن ليس بالضرورة كل نبي رسولا. طيب، ورسولا إلى بني إسرائيل، إذن سيدنا عيسى أرسل إلى بني إسرائيل كلهم، إلا أن في اليهود من قالوا لا، هو أرسل إلى فئة صغيرة من بني إسرائيل، أرسل إلى فئة صغيرة من بني إسرائيل، لذلك نصبوه العداء. نعم، مثل اليهود اللي كانوا في عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ما أنكروا نبوته، قالوا لك أنت بس مرسل إلى العرب، إلى قريش، إلى العرب هذول، نعم الأميين كانوا يسمون الأميين، ولكنك لم ترسل إلى بني إسرائيل، لم ترسل إلينا نحن. نعم، والباري عز وجل رد عليهم في كثير من الآيات هذا الكلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونعم، نمر على آيات تناقش بني إسرائيل في هذا. فكذلك في عهد سيدنا عيسى كذبوه وقالوا إنما أنت رسول إلى جماعات معينة خاصة في من بني إسرائيل ولست مرسلا إلينا، ومن ثم نصبوه العداء، ومن ثم خططوا لصلبه وما إلى ذلك، ولكن الله عز وجل أنجاه منهم كما قال في محكم تبيانه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اللي خطط الله عز وجل ألقى على وجهه شكل مين؟ سيدنا عيسى. تعال لهون، أنت طلبة لك يا أخي، أنا مو أنا لك، أنا فلان، أنا يهوذا الإسخريوطي، أنا كذا. إيه نعم،
هكذا يقول لنا الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن عيسى ابن مريم رسول، لكن لا إلى بني إسرائيل كلهم، لا لا، إلى فئة معينة. الباري يقول لا، ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم. شوفوا هلأ، أني مو إني، هي في قراءتان إني، لكن ما الفرق بينهما؟ ورسولا إلى بني إسرائيل أني. عندما تأتي هذه الكلمة بفتح الهمز أني، فلنعلم أنها تأتي بعد مقول قول، يعني قائلا أني، مبينا أني، شارحا أني. واضح كيف؟ إذا كانت إن، لا، هذا كلام جديد، كلام جديد. الآية شو بتقول؟ ورسولا إلى بني إسرائيل أني. الرسول شو بيحكي لهم؟ أي قائلا أني، موضحا أني، مبينا أني. فأني تفسير لما يتضمن معنى القول. ورسولا إلى بني إسرائيل شو بدي يقول لهم؟ شو هو الرسول شو بدي يحكي لهم؟ أني جئتكم، أني قد للتحقيق جئتكم بآية من ربكم. أنتوا لكم الحق ما تصدقوا. شو الدليل على أنك رسول مرسل من قبل الله عز وجل؟ والله الإله، نعم، حملني أدلة وآيات، جهزني بأدلة وبراهين على هذا الذي أقوله لكم، وأني قد جئتكم بآية. الآية شو هي؟ دليل. الآية الدليل، أني قد جئتكم بآية من ربكم. طيب، أني أخلق لكم من الطين، هي أني الثانية شو معناتها؟ بدل من أني الأولى. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أني أخلق لكم، شو هي الآية؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. نحن إذا حبينا نعربها شو نقول عنها؟ بدل من أني الأولانية، أو عطف بيان، عطف بيان والبدل تقريبا بمعنى واحد. كأن بني إسرائيل قالوا تفضل هات لشوف، حكينا الآيات شو هي؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم. الآيات التي بعثت بها أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم. أي من بعض الآيات. نشوف أول واحدة منهم، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. كلمة أخلق هنا ما معناها؟ كلمة أخلق معناها الحقيقي، الإيجاد من عدم، والخالق بهذا المعنى واحد وهو الله عز وجل. لكن هنا كلمة أخلق ليست بمعنى الإيجاد من العدم، أبدع صورة طير، أبدع مظهر طير. فأنت إذا جئت لشيء مثلت حقيقته، فيقال أنك خلقته، لكن لا بالمعنى الحقيقي، بالمعنى المجازي. إذن أني أخلق لكم من الطين، يعني أنني أصور لكم من الطين كهيئة طير، كهيئة طير. نعم، هي معنى أخلق هنا، أقدر يعني أمثل، أصوغ من الطين ما يشبه طائرا. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. نعم، هذا من جملة الآيات التي أكرم الله عز وجل بها سيدنا عيسى. طيب أنفخ فيه، يعني هل لو ما نفخ ما بيصير؟ قد يقول قائل وهذا كمان سبب من الأسباب لكان. نعم، لا، وإنما
كلمة أنفقوا فيه أي أن الله عز وجل متعني بقدرة خاصة من دون الناس، بها أستطيع أن أصوغ صور الطير وإذا به قد تحول إلى طائر حقيقي. كلمة أنفق النفخ ما بيحقق شيء، نوب، ما بيحقق شيء أبدا. تذكروا لما شرحنا الآية القائلة فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. جاءها المخاض من جنب، جذع كبير مثل العمود هذا، شجرة نخل. هذا الطفل تكلم في المهد من أجل أن يهدئ روعها، نعم، ويطمئنها. ناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا جدوى الماء وهزي إليك بجذع النخلة. بالله عليكم، يعني يدها لما بدها تمتك جذع النخلة وتشدها، شو 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 بصير؟ لو كان ونش ما بيقدر يحرك جذع النخلة، واضح كيف؟ وهزي إليك بجذع النخلة. إذن هذا لا يفيد شيئا نهائيا، ومع ذلك الباري ألهم هذا الطفل أن يقول وهزي إليك بجذع النخلة. لفت نظر، لفت نظر وبيان أنه لابد من حركة، لابد من حركة تتحركها، والنتيجة عند رب العالمين والثمرة بيد رب العالمين. معروف أنه يدها ماذا؟ لن تصنع شيئا. النخل لم يكن يحمل شيئا آنذاك، خلق العذق آنذاك، وحمل هذا العذق ثمار الرطب آنذاك، وتساقط الرطب آنذاك. لا اليد حركت ولا شيء، لكن الباري مع ذلك سؤال وهزي إليك بجي. كذلك النفخ هنا. فاتني أن أقول لكم شيئا هو من الأهمية بمكان، لما قالت أن يكون لي بشر، أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إلى آخر الآية. هلا بعض المفسرين قعدوا بقى يتحذروا أنه كيف شو صار؟ قال نفخ سيدنا جبريل بفم ثوبها الذي كانت ترتدي، درعها، يسموه باللغة العربية الدرع. ناس قالوا غير هيك، وكله ليس هنالك شيء وارد عن الصادق المصدوق أبدا. يعني سيدنا الرسول لم يحكى شيء من هذا نهائيا. طيب إذا ماذا نقول في هذا؟ كيف نفهم؟ الباري لما قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني أن الله يخلق ما يشاء بدون سبب. لكن ليش عم تدور على السبب بقى؟ ليش عم تدور إيش سوى جبريل؟ نفخ يعني إذا لكان أنت ما فهمنا معنى قوله تعالى إذا أراد شيئا فإنما، إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هنا يعني أن الله عز وجل خلق نطفة سيدنا عيسى في رحمها كما شاء، انتهى الأمر. لابد ما يكون في وسيلة، الوسائل نحن متعودين عليها بسبب أن الله سبحانه وتعالى عودنا عليها. لذلك بعدين لو كان النبي حاكي كان شيء من هذا، وعلى عيني النبي ما قال نهائيا نهائيا. طيب لما ربي سبحانه وتعالى يريد أن يقذف في رحم فتاة أو امرأة ما جنينا بدون لا ما رجل ولا المرأة لا البويضة ولا شيء، نهائيا نهائيا، ممكن ولا لا؟ بدون صبغيات، بدون الشيء اللي بيسموه الكروموسومات، نهائيا بيصير؟ بيصير، خلص. إذا خلق سيدنا عيسى بخلق الله عز وجل بدون شيء. وكل هذا الذي يقوله بعض المفسرين عبارة عن تحذير من عندهم، منه لا دليل عليه بشكل من الأشكال. طيب
إذن قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طير، النفخ مثل وهزي إليك بجذع النخلة، بس إشعار أنه الباري عز وجل عندئذ نعم سيدخل الروح في هذا الذي هو يشبه الطير، مثل يعني الإشعار نقطة صفر يعني. وأبره الأكمه والأبرص، وأبرئ الأكمه، الأكمه شو؟ الأكمه الطفل الذي خلق بدون عينين ممسوح يعني ما في عين منوب، هذا اسمه أكمه. وأبرئ الأكمه والأبرص، مرض البرص معروف. وأبرئ الأكمه والأبرص يعني بلمسه بدون دواء بدون علاج. طيب الله عليكم العلاج اللي هو اللي بيشفيه؟ لا، الباري يشفي من المرض عند الدواء لا بالدواء، عند الدواء لا بالدواء. يعني الباري النبي قال تداووا يا عباد الله فإن الله ما خلق داء إلا وأنزل له دواء، بالدواء أنا داويت، الدواء هو اللي يشفيني؟ الله يشفيني، لكن الباري بده يعني يستعمل الدواء. عالم الأسباب ينبغي أن نتعامل معه، هذا معنى كلامه. وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. ثم قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، يعني أطلعني الله عز وجل على شيء من الغيوب. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هل هذه الآيات الدلائل إذا ما بتكون تكونوا معاندين تتحكموا عقولكم أكيد راح تعرفوا هويتي ولا تعرفوني إني صادق ما عم بختلق أكاذيب. إن في ذلك لآية يعني لدليل إن كنتم صادقين. خلص الكلام؟ لا، لسه في التتمة من بيان سيدنا عيسى، مثل يعني أول بيان يدلي به سيدنا عيسى لبني إسرائيل للتعريف بهويته لهم والتعريف بالرسالة التي يحملها إليهم. هلأ عم يتحدث عن شيء من الآيات، بعدين بيتحدث عن علاقته بسيدة موسى، علاقته بالتوراة، هل هو مؤيد لها أم غير مؤيد لها؟ وهذا ما سنشرحه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك ربنا كم أنت حفي بنا، سبحانك ربنا كم أنت متفضل علينا، سبحانك ربنا كم أنت محسن إلينا، سبحانك ربنا ما ألطفك، سبحانك ربنا ما أرحمك. جمعتنا في رحابك إلى دراسة كتابك يا ذا الجلال والإكرام، فلك الحمد أن حببت إلينا دينك، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أنت المحسن وأنت المتفضل، نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تجعلنا جميعا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة يا رب ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. يا رب نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. طهر قلوبنا من الشوائب والأدران كلها، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، طهر قلوبنا من النفاق، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
اللهم إنا لا نملك عملا صالحا خاليا من الشوائب نتقرب به إليك بين يدي دعائنا ورجائنا، لكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبإيماننا بأنك ربنا لا رب لنا سواك يا ذا الجلال والإكرام. نتقرب إليك بهذا كله أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تعجل بالفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، وأن تعجل باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي أنزلتها في دنيانا هذه بها يرحم الآباء والأمهات أولادهم، وبها ترحم البهائم صغارها يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ونسألك برحماتك الجلة الذي أعددتها لعبادك يوم القيامة، نسألك برحماتك كلها أن ترحمنا باستجابتك لدعائنا، أن ترحمنا بتحقيقك لرجائنا يا رب العالمين. اللهم إنا واثقون بأنك استجبت، مؤمنون بأنك استجبت، وكيف لا نؤمن وأنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولكننا نستعجل استجابتك. نحن ضعاف يا رب العالمين، عيل صبرنا، عيل صبرنا يا ذا الجلال والإكرام. تطاول أمد هذه الأزمة يا رب العالمين، فنسألك بالضعف الذي ركبته في كياناتنا، نسألك بعجزنا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بفاقتنا بمسكنتنا إلا استجبت. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارحم الأمهات الثكالة، ارحم الأمهات النساء اللائي رمل، ارحم الأطفال الذين يتموا، أسألك بدموعهم، أسألك بالدماء الزكية الطاهرة التي أريقت في جوانب هذه الأرض الطاهرة المقدسة، أسألك ببكاء الباكين، أسألك بعبادك المظلومين يا رب العالمين وأنت وليهم. إلا استجبت، إلا حققت رجاءنا يا ولي كل مظلوم، يا حسيب كل ظالم. أسألك بالدعاء الذي يتعالى إليك مع الغمام من عبادك المظلومين يا رب العالمين أن تحقق رجاءنا، لا تخيب آمالنا، وحاشاك حاشاك أن تخيب آمالنا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.